ليلى فرحنا للإنتاج الصوتي والمرئي. لطلب الزفة فرج التواصل على جوال استوديوهات ليلى فرحنا للإنتاج الصوتي والمرئي. لطلب الزفة فرج التواصل على لها سرق ومرها هذا المساء واجمل ما لكن اشرقت في ذا الوجود من مثلها غصن من الزيت مساء وصبح ولا مثلها جار عين الحسود من مثلها غصن من الزيت مساء وصبح ولا مثلها جهر عين الحسود سارة استوديوهات ليلى من مثلها غصب من الزيت وصبح ولا مثلها جهر عين مثلها غصب من الزيت نساء وصبح ولا مثلها جهر عين الحسود بلسم وطب تعطي بلا حدود جت وقبلت ثم اشعلت وجه المساء ورده ولكن نادرة بين الورود من شهدها المعنى ترشف واحتسى والشعر هامل طيبها وطيب سرق ومر هذا المساء من مثلها غصب من الابتساء وصبح ولا مثل جهر عين الحسود استوديوهات ليلى فرحنا لإنتاج الصوت والمرئي. لطلب الزفة فرج التواصل على جوال وزغرد عرسها بين النساء وترقى صوت بحضورها الطاغي قدود وفاحت بعطر حضورها بد ما يبتسى وبعروقها نبضك عزف صدق العهود وصارت حقيقة ما هي بيا عل وعسى شفها حالا شفها ولا شفها وعود من مثلها
وصبح ولا مثلها رعيها.